فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة قادمة للحج من خارج المملكة وهي في الطائرة، يقول: لم تلبي بالحج. امرأة قادمة للحج من خارج المملكة، وأثناء وجودها في الطائرة لم تلبي بالحج أو لم تنوي الحج وهي متمتعة، بل قالت فقط لبيك اللهم لبيك، فهل ينعقد إحرامها؟ النية ينعقد بالنية، إذا كانت قالت لبيك ناوية الإحرام أحرمت، دخلت بالنية. أما إن قالت لبيك بدون نية الإحرام فهي تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات، تجبره بدم. نعم.